هي الفكره في انه يعني كما اشارت الدكتوره فاطمه انه مرونه التقبل النقد ده اللي هو بيسمح لك في النهايه ان انت تطور نفسك ككاتب، يعني بدون ما تاخده بحساسيه او رفض او تكون يعني معتز قوي بكتابتك لدرجه انه ما فيش فيها نقاش، لا هم مش فاهمين اللي انا قصدي عليه. يعني لا فكره يعني كيف يعني تكتشفي بسهوله يعني من خلال الورشه حتى او القراءات انه الطريقه نفسها في الكتابه بتختلف من خلال تسمعي انت نفسك بتبتدي تطور نفسك تلقائيا يعني. ودي الحقيقه يعني من الفوائد الكبيره يعني لورشه الزيتون. طيب الدكتور محمد ابراهيم طه ناخد منك حته كده بس عايز انتهز هذه الفرصه واحيي الاستاذه دينا محسن على هذه الروايه. احييها لاكثر من سبب، يعني فكره ان حد يكتب ويقبل على كتابه ويقبل على كتابه روايه 288 صفحه ده شيء في حد ذاته جيد وكبير. وانا شايف انها دينا محسن من الوارد جدا انها والمتوقع كمان انها معدل التحسن والتقدم في الكتابة هيبقى أسرع ما يمكن لسببين. السبب الأولاني أنها هي في الأصل بتعرف تكتب وباحثة وقارئة كويسة، والباحث الماجستير أو باحث الدكتوراه بيبقى أمامه عدد كبير جدا من المراجع ومن الأفكار، وعنده قدرة على صياغة ما يريد أن يقول. وده كان واضح في هذه الرواية، واضح ان في اشياء ذات مستوى عالي جدا في الكتابة واشياء اخرى تخص طريقة كتابة الرواية. هي يعني باعتبار ان هذه الرواية الاولى كانت محتاجة ان يعني تدرب ايدها شوية، يعني في الرواية الاولى وارد جدا ان يحدث اخطاء، كلنا العمل الأول ده اللي احنا بنركز فيه من المفترض في الرواية على صلب الرواية وهو الرسالة اللي أنا عايز أقولها، دي رقم واحد. رقم اثنين الدراما أو الحدث الرئيسي هو ده كل ما يعطل السرد، المفترض اللي أنا أركنه على جنب أو أضعه بحساب في هذه الرواية. هنا الأمور زادت شوية نتيجة أو اختلت المعايير شوية نتيجة إن هي عندها أفكار كتيرة متدفقة عايزة تتقال، فكانت بتضع أجزاء بحثية شوية ذات صيغة بحثية وأجزاء ذات صيغة شعرية. والغريب إن أنا لقيت المستويين دول واضحين في أجزاء في هذه الرواية مكتوبة ومدققة لغوية ومتشكلة، مفيش فيها ولا خطأ واحد. دي بخصوص الأماكن اللي هي اللي فيها سرد، اللي فيها مناجاه ذاتية، اللي فيها كلام محلق يقترب من الشعرية. ده كلام جميل جدا زي ما قالت الدكتوره فاطمه، زي ما اشار الاستاذ محمد رفيع، وانا متفق معاه في ست سبع نقاط اللي قالهم الخاصين بالتكثيف والتركيز على السرد والتقليل من المعلوماتيه او وضعها في الروايه بشكل ما يبانش، يعني انا اسرب المعلومه بشكل ان القارئ العادي ما يعرفش ان دي متاخده من مقال. يعني مثلا لو يوسف زيدان احنا بصينا عليه وهو باحث في التراث اساسا بيقدم رسائل كتيرة من خلال الروايات بتاعته، لكن بيهتم رقم واحد بالحكاية والحدوتة اللي تصل إلى القارئ. أنا أظن إن الرواية ديت كان يمكن أن يعني تختزل في عدد أقل، يعني مختزل منها 50-60 صفحة، وكانت هتبقى أكثر رشاقة. يمكن الاهتمام بالحدوتة وخط سير الحدث في الرواية من البداية للنهاية وتخفيف من معلوماتية ومن الأشياء الأخرى ديت، ثم إن الأسلوب نفسه يبقى أسلوب واحد، يعني ميبقاش فيه مطبات. يعني أجي أتكلم عن السرد فأقول وكرر وأقول وهم قابلت أمها ووهم قالت لأمها، واللي هي التكرار ده اللي هو كان عامل يعني هبوط شوية يقابله ارتفاع جد في صفحات كتيرة جدا وحلوة في هذه الرواية، وعندها استشهادات شعرية في الرواية. يعني لو كانت استشهدت بأشياء سردية أو بنفس الطريقة، يعني استشهدت بأمل دنقل ومحمود درويش وهي بتقول الشعر ده بتاع حد مثقف، يعني بقى عشان بس يعني
الأستاذة دينا تبقى واخدة حقها. هي يعني لو أن هذه الرواية مرت على صديق للكاتبة أو زميل لها أو حد أكبر منها أو تم عمل ورشة قبل طباعة هذه الرواية، ربما الأمر كان يختلف. وأظن أن الفايدة الوحيدة اللي هي ممكن تحصل عليها في مثل هذه الندوة اللي هي الندوة الباهظة ديت، أنها تضع فكرة المراجعة وفكرة إعادة الكتابة مرة واثنين وثلاثة، والاختزال من رواية تبقى 300 صفحة تبقى خليها 150، وأشيل المتكرر والمتشابه من أجل أن القارئ لما يقرأ عمل جيد ورشيد. أنا بشكرها وبحييها وبقول لها نورتي الورشة، وشكرا جزيلا.